بسم الله الرحمن الرحيم. يوجد في الكون أكثر من 100 مليار مجرة، وكل مجرة تحوي أكثر من 100 مليار نجم، ويقول العلماء إن هذه المجرات تشكل بناء كونيا محكما، أو ما يسمى كوسميك بيلدينج. طبعا هذه الحقيقة تحدث عنها القرآن بقوله تبارك وتعالى: والسماء بناء. وكلمة بناء هنا تمثل معجزة علمية للقرآن الكريم، طبعا لأن العلماء لم يطلقوا مصطلح البناء الكوني إلا حديثا جدا في العصر الحديث، ولكن القرآن الكريم استخدم هذا التعبير قبل أكثر من 1400 سنة. لذلك قال تبارك وتعالى: أأنتم أشد خلقا أم السماء بناها؟ لا نملك إلا أن نقول سبحان الله.